فاضل يهمني جدا طبعا ان رجل البيت او السيد لازم يعرف الحاجات ديت برضو الخميره والمأكلات عشان ما يبقاش ان هو بيدفع فلوس ويشتري وخلاص، لازم يشتري خميره، هات خميره يبقى عارف الخميره البلدي الخميره الفوريه، عارف الجمبري من الصبيط، يعني يدفع فلوس في حاجه هو عارف وبياخد ايه. فمهم جدا نتابع برضو، اطلب من الساده المشاهدين الرجاله وخصوصا يتابعوا المطبخ مش ست البيت وبس، لا احب كمان الرجاله تتابع. معانا اتصال، طيب نشوف مع بعض الحشو بتاع البيتزا اهوت. انا بقطع الفلفل سلايس بالشكل الجميل ده. الحشو هنا انا قلنا اتكلمنا عن الفراخ واتكلمنا عن اللحمه. طيب المقادير الحشو هنا بتختلف طبعا، وهي يا ريت جت على الشاشه كويس. جمبري، لحم، صبيط، فيليه موجود عندي، طماطم، ريحان او زعتر، فلفل اخضر، بصل، جبنه موزاريلا، الزيتون ما ننساهوش، هو تقريبا مش مكتوب ولكن البيتزا من غير زيتون بتحس ان هي ناقصه حاجه، زي البيتزا من غير الجبنه الموزاريلا بتحس ان هي ناقصه حاجه. على فكره احنا ممكن نعمل البيتزا في البيت من غير العجينه ومن غير الكلام ده كل حاجه، اسمها بيتزا سريعه زي الخميره الفوريه كده. بنجيب الرغيف العيش الشامي اللي موجود، العيش الابيض الكبير ده، بنفتحه نصين بس لازم يكون عندي الصلصه الذهبيه، واجيب الصلصه دي احطها كده عليه واحط جبنه موزاريلا، شويه سوسيز، شويه لحمه، وادخلها الفرن. دي اسرع بيتزا بتتعمل في 5 دقايق. بفتح الرغيف نصين واحط الصلصه عليه واحط الجبنه الموزاريلا والحشوه اللي انا حبيبها نلانشون اي مشكله، واحطها في الفرن وتستوي وتطلع معايا بسرعه على طول. تعالوا نشوفوا هنعمل ازاي دلوقتي الحشوه بتاعه البيتزا. دي مهمه جدا نشوف المرحله الثانيه بعد التخمير في الصينيه. باجي باطراف صوابعي كده وبعمل حرف للعجينه بالشكل ده، ده بقى اللي هيبان قدامي اهوت. وفي نفس الموضوع هنا شايفين العجينه اخمرت ازاي. لما بعمل بصوابعي كده او بايديا كده ان انا بعمل مكان للصلصه، علشان لما تحط صلصه هنا، الله، بجيب الصلصه هنا على الوش، الله، شايفين الصلصه بيديها شويه نشا سميكه ازاي. بجيب معلقه، واقلب الحشوه دي كده على الوش. خلي بالي ما اجيبش الصلصه جنب الاطراف، علشان مهم جدا ان يكون عندي طرف البيتزا لونه احمر وجميل. نشوف بقى، لا البطاطس هتلعب دور كبير هنا في الموضوع بالشكل الجميل ده كده اهوت. الله، شايفين الجمال، الصلصه جميله جدا فيها كل حاجه، طماطم وجزر وبصل وتوم وزعتر ومكسرات، لوز او عين الجمل او فستق، ده سر، ده اضافه الشيف، سر الشيف. والعجينه ضفنا لها بطاطس، يبقى حاجتين مهمين جدا ضفناهم للصلصه، المكسرات لصلصه الطماطم والبطاطس للعجينه بتاعه البيتزا. الحشو برضه فيه سر برضه، ان احنا قلنا لازم اذا كان جمبري اذا كان لحمه او فراخ لازم ناخدها سوتيه. الحشو هنا نبدا بايه؟ عند البصل بنزل بيه اول حاجه كده بالشكل الجميل ده كده، في واحد بيحب الحشوه كتير وفي البعض بيحب الحشوه قليله على البيتزا. فلفل رومي، نقطع كمان واحد، طيب باقي الطماطم عندي، الطماطم فينا نقطعها برضو جوليان او بنقطعها سلايز او بنقطعها مكعبات زي ما احنا عايزين. فينا نحط البيتزا من غير طماطم ولا خضار، بنحطها بالجمبري بس وصلصة الطماطم والجبنة، الحشوة دي زي ما احنا عايزين. انا عندي هنا جمبري وعندي صبيط وعندي فليه، في واحد ممكن ما يحبش الجمبري فعايز البيتزا بالصبيط والفليه بس، فاحنا هنعمل 3 انواع بيتزا، واحدة بالجمبري وواحدة بالفليه وواحدة بالصبيط او الكاليماري.
الطماطم هنا هقطعها مكعبات صغيره علشان تستوي بسرعه مع البيتزا بتاعتي. بس بعد ما اقطع الطماطم كده بعمل حاجه جميله جدا زي ما قلت لكم، ده برضو حاجات اسرار. يعني بجيب شويه ملح صغيرين كده للطماطم مع شويه زعتر. شفتوا ازاي في تكات اهيت؟ انا ضفت الكلام ده للطماطم اهوت عشان يدي تيست للطماطم اللي انا قطعتها هنا. وعلى وش الحشوه هنا بضيفها معلقه كده، الله، بوزع الحشو على وش البيتزا كده بالشكل الجميل ده. الفرن عندي جاهز، عندي دلوقتي الجمبري، بعمل واحدة بالجمبري، نعمل أنا واحدة، نعمل الكبيرة بالجمبري. طبعا أنا متبل الطماطم والصلصة عندي متبلة، فالجمبري هنا مش محتاج لأي حاجة، إن بياخد من التست اللي موجود عندي. بنحط هنا جمبري كده، لا نزود شوية الوقت، وبدخل دي الفرن. دي جاهزة، نضيف الزيتون. الله، شايف اللون الجميل؟ جبنة موزاريلا، رشة الشيف اللي هي رشة الزعتر، الرشة الجارية بيقولوا عليها كده، زي الفل. عندي الزعتر على الوش اساسي، هدخل دي الفرن دلوقتي عشان تستوي معايا. هحطها في الفرن تقريبا لمده 30 دقيقه. لمده 30 دقيقه نعمل الحشو بتاع الاثنين التانيين. عندي الفيليه، مهم جدا نعرف القصه هنا. بقطع الفيليه، طبعا الفيليه بيستوي بسرعه، بقطعه مكعبات بالشكل ده. وبحط شويه زيتون، شويه جبنه موزاريلا، اخلص من ديت كده. طبعا احنا هنسوي واحده، احنا خلاص عرفنا الطريقه بتاعت دي، نعمل واحده بالكاليماري. طبعا الكاليماري هنا مش هنقطعه مكعبات، هنخليه دواير كده علشان اللي بياكل يعرف ان البيتزا دي بالكاليماري، يوم يبقى عارف ايه الحشو، اذا حابب انه ياكل منها هياكل. الله، اوزع كده الكاليماري، ما اخلوش في بعضه عشان يستوي بالشكل الجميل ده كده. شوية زيتون، شوية جبنة موزاريلا، رشة الزعتر الجريئة اللي احنا متعودين فيه الزعتر اهوت، ده لازم ما نسهوش عشان ده بيدي تيست قوي وتيست عالي للبيتزا بتاعتي. دول طبعا بيتسووهم في الفرن، نشوف في مكان في الفرن نحط واحدة كمان، نحط واحدة وبنركن دي على جنب كده ونوسع لمطبخنا، نشوف الريزوتو وصل لفين. طيب، مهم جدا هنا نعرف مراحل طريقة عمل الريزوتو. انا سويت